النظرة الاستباقية دي والمشاريع اللي ما كناش بنسمع عنها قبل كده، يمكن الناس العادية ما بتبقاش فاهمة أهمية المشاريع دي. النهاردة حضرتك شايف وإحنا يعني الحمد لله طبعا، بس بنخرج من أزمة، ندخل في أزمة العالم كله، من أزمة كورونا للأزمة الأوكرانية الروسية. ده بيخلينا كدولة نكون أكثر صمودا أمام الأزمات دي. بص يا فندم، هو احنا زي ما بيقولوا كده، يعني التعب في التدريب بيوفر الدم وقت المعركه. ده يعني كلام مهم جدا. ليه بقى؟ لانه انا وقت ما كنت بعمل البرنامج لاصلاح الاقتصاد، الناس كلها كانت متضايقه من البرنامج. لو ما كناش عملنا البرنامج كان زماننا دلوقتي واقفين على فكره، مش قادرين نصمد لا في مواجهه كورونا ولا في مواجهه الازمه الحاليه. الاقتصاد الهياكل بتاعه الاقتصاد المصري بقت اكثر مرونه عشان تتحمل الصدمات. على فكره انا عاوز اقول لحضرتك ان مش بس كورونا، ومش بس الازمه الروسيه الاوكرانيه، ده كان في قبلهم في 2018 و2019 الحرب التجاريه الامريكيه الصينيه. فدي الازمه الثالثه اللي بتتعرض ليها الدوله المصريه. وخد بالك حضرتك، الازمه الامريكيه الصينيه دي كانت مؤثره على مصر بشكل كبير جدا بسبب التجاره، والتجاره العالميه يعني، وبسبب المصريين العاملين في الخارج. فاحنا دي تالت صدمه، الاقتصاد المصري واقف وصامد ومفيش مشكله. بس زي ما قلت لحضرتك، احيانا كتير جدا بيبقى الوضع اكبر من دوله معينه، اكبر من عاوز اقول لحضراتكم ان الاقتصاد المصري بيمثل 0.5%، الناتج المحلي الاجمالي بيمثل 0.5% من الناتج المحلي الاجمالي العالمي. فاذا كان الدول الكبرى الصراع ما بينهم، اللي عندهم الولايات المتحده الامريكيه دي 21% من الناتج المحلي الاجمالي، روسيا 2% من الناتج المحلي الاجمالي، اوكرانيا وهكذا. احنا دلوقتي قدام يعني قدام تأثيرات هتطل العالم كله، فأنا هتأثر. الفكرة بقى كلها شكل تأثري هيبقى ازاي؟ هل انا مش هلاقي السلع؟ هل انا هجوع؟ لا، هلاقيها والسلع موجودة ومتوفرة، بس لأن الصدمة أكبر من أي حد في العالم، الأسعار هترتفع. بس توافر سلع يقلل الزيادة في الأسعار، يعني ما يخليش الزيادة مبالغ فيها. لا فندم، بص، هو انا زي ما بقول لحضرتك كده، توافق السلع هتبقى متوافرة جدا، وده احنا جربناه مع كورونا. ما فيش حد في مصر كلها نزل يشتري سلع ما لقاهاش، عكس مثلا زي ما قلت لحضرتك الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، وول مارت مثلا كان بيحدد مثلا تاخد خمس مثلا قطع من المناديل، خمس قطع. وده سلسلة من السلاسل الكبيرة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، ده أكبر سلسلة للتوزيع في الولايات المتحدة الأمريكية كلها، كان بيحدد عدد معين. ما فيش حد عندنا راح اي حته وقال له لا انت ممكن تاخد واحده او اتنين بس. العرض هي العرض. دي ممكن تكون سياسه لضبط الناس، لانه مساله التخزين هي اللي بتعمل الازمه. يعني احيانا كتير يكون تدخل السوبر ماركت تلاقيه ما فيش زبادي على الرف. ليه؟ مع انه الزبادي موجود، لانه الناس قررت انها تاخد كل اللي موجود على الرف.